هذا اليوم 8 ديسمبر عام 2001 تعادل الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ في مباراة العودة. فاز الأهلي بالقاهرة 3 أهداف من دون رد سجلها خالد بيبو. أحرز الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه. فاز الأهلي بالبطولة 8 مرات أعوام 1982 1987 2001 2005 2006 2008 2012 2013.